سيقوم بوكجة قصف خونو ماجي بوكجة. إن سوق اللحم والمسلخ الذي يأتينا منه اللحم بعد ذبح الأغنام يتسم بالنظافة والسلامة الصحية، وإن الغنم قليل جدا حيث الأسعار الحالية مرتفعة قليلا، ولو زادت الكمية أكثر من ما يذبح الآن فإن أسعارها ستقل أكثر بالنسبة للمواطنين عند الشراء، لأن هذه الأغنام تأتينا من خارج كردستان مثل سوريا وماكينة ودول أخرى، وبسبب نسبة السكان المتزايد أكثر من ذي قبل ونتيجة توافد المهجرين واللاجئين من أماكن عدة إلى هذه المنطقة، فإن الأعداد التي تذبح غير كافية. من جهة أخرى يزور الأطباء البيطريون سوقنا هذا باستمرار من أجل متابعة نظافة وسلامة المحلات، عدا عن فحصها عند دخولها من المعبر الحدودي من قبل أطباء بيطريين مختصين. وإذا زرتم مسلخ الأغنام فستلاحظون بأم عينكم النظافة والسلامة في ذلك المسلخ. لحم يعني لحم جيد، وأكو لحم أقل من هاللحم، هذا لحم السمين وضعيف، أشكال ما نوع واحد. أي وعندنا باستر مهم، باستر ما أنا أسويها بيدي، أشتغل شغل نظيف، وبهاراته أجيبها من الدهوك، بهارات محلوجة جديدة هم، ونشتغلها ثوم وبهارات، خلي بيها كلها مقاييس، إنتاجنا محلي 100%، نشتغلها بيدنا والحمد لله، يعني العالم ما حد يعاتبنا عليها، اللي ياخذ يرجع مرة الله. نشتري الحلال نبعثه للقصبخانة، القصبخانة يذبحوا لنا ويجهزوا ويفحصوا الدكتور، دكتور بيطري يفحصوا طبعا، إذا لحم ما صالح رأسا يتلفوا تلف، إذا يطلع معلق مضروب يتلفوا، فيعني كله تحت إشراف دكاترة بيطرية. ما من ينذبح بالمجزرة، المجزرة يفحصوا الدكتور، إذا صالح للاستهلاك البشري يدز النوى، بس إذا ما صالح لرسن للمحرقة. أفاقولك يأتينا لحم البقر والعجول والأغنام هذا بعد ذبحه وتنظيفه في المسلخ بطرق علمية ونظيفة، ويتم شراء هذه الحيوانات من أماكن عدة، ومن ثم يتم تحويلها إلى المسلخ لغرض الذبح السليم تحت إشراف أطباء بيطريين. وتأتي هذه الأغنام من أماكن أخرى لكثرة نسبة السكان وعدم كفاية الناتج المحلي من خلال تربيتها، كما أن طعم لحم الحيوانات المستوردة ليس مثل طعم اللحم للحيوانات التي يتم تربيتها هنا، لأن أغلب الحيوانات المستوردة يتم إعطاؤها العلف وليس كما لدينا هنا حين تربيتها، حيث تعتاش على الحشائش والخضار في المراعي الطبيعية. نعم يومية، بس دابتين ما أزيد نجيب، قبل الساعة 4-5 كنا نذبح، بس الساعة دابتين باليوم يلا نذبح لنا، واللحم هو يعني تروح للوقفة، وقفة غالي. نعم من المسلخ، نعم يومية ندزه النيش مثلا دواب مالنا الغنم وندزها يذبحوها والدكتور يفحصها وتجي للمحل. نعم أبويا قصاب، كان بال64 أبويا قصاب، وأني هسه ماسك مكانه. أنا أصلي من الموصل،
بس بال 47 جدي جاء سكن بزاخو، ونحن لحد الان باقيين بزاخو. عمامي هم كانوا بس بالستينات رجعوا للموصل، بس نحن بقينا بزاخو. يعني انا قصه، بس لو مثلا عندي مكان اسوي لي مثلا حظيره مال الغنم اربط بها، يعني بدل ما اروح اشتري الشيء يعني من الوقفه اجيب اخليه هناك، الضعيف اخليه والسمين اذبحه، هم انطي علف مثلا يسمن وارجع مرتلخ اذبحه. نحن الآن في حاضرة جمع الأغنام قبل أن تذهب إلى قاعة الذبح، وحسب كمية الأغنام لكل قصاب أو بائع لحم يتم حصر أعدادها من هذه الأغنام في حاضرة خاصة. وهنا أي في هذه الحاضرة يتم معاينة هذه الحيوانات كفحص أولي، ويكون الفحص في الحاضرة بالعين المجردة. وإذا ما لاحظنا عينيا وجود خلل في الحيوان المراد ذبحه يتم إخراجه من الحظيرة وتسليمه إلى أصحابه، وهذا يسمى بفحص الفيزيكال، وهي المرحلة الأولى من عملية ذبح الأغنام وسلخها. في المرحلة الثانية وهي مرحلة الذبح، حيث يتم ذبح الأغنام على طريقة الشريعة الإسلامية بقول بسم الله والله أكبر، ويتم هنا فصل الأطراف وسلخ الأغنام وإفراغ ما بداخلها. ونستخدم هنا أيضا الهواء المضغوط لنفخ الغنم المذبوح لتسهيل عملية سلخ الحيوان وإفراغ ما بداخله. بعدها يتم تقطيع الأطراف، ومن ثم يذهب إلى مرحلة الغسل، ومن ثم يذهب إلى مرحلة الفحص الأخيرة، حيث يتم فحص الحيوان المذبوح من جميع النواحي، ويتم فحص الكبد والقلب والرئتين، وفحص داخل لحم المذبوح أيضا. يتم فحص الحيوان بمرحلتين، الأولى وهو في الحظيرة، والفحص الثاني بعد الذبح والسلخ والتنظيف. ويتم الفحص هنا بالنظر بشكل عام إلى لون اللحم ورائحته، وتلمس جميع أجزاء المذبوح لغرض التعرف على وجود ورم من عدمه داخل جسم الحيوان المذبوح. ومن ثم يتم تقطيع بعض أجزاء اللحم للوقوف على سلامة المذبوح من عدمه. وحين الكشف عن مرض ما كالطفيليات أو أكياس الماء، يتم رفض ورمي الأجزاء المتضررة أو المريضة. وفي حالات مثل التي نراها الآن فهي حالة مرضية تم الكشف عنها بعد الفحص، وسيتم قطعه ورميه في المحرقة. وهناك بعض الفحوصات تحتاج إلى التحليلات المختبرية، ومن هناك يتم قبول أو رفض المذبوح حسب نتائج الفحص المختبري. سيورين بيت برودن، سيورين برودن قسم خونينا
بريء. وهنا آخر المراحل حيث وجود البرادات التي يتم فيها نقل اللحوم من المسلخ وتوزيعها على سوق القصابين، حيث يتم تنظيفها قبل تحميلها باللحوم لغرض خلق جو صحي وآمن لسلامة المواطنين، ومن ثم يتم تحميل هذه العربات البرادة باللحوم والتوجه بها إلى السوق لغرض توزيعها.